أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع. الحلقة حلقة هذا الأسبوع هي مختلفة لأنها مخصصة بشكل كامل لعرض ومناقشة تقرير وطن الاستقصائي الذي أجراه الزميل نزار حبش حول المواد الغذائية المعلبة وتأثيراتها وانعكاساتها الصحية على المواطن. ونحن في تلفزيون وطن لدينا رسالة من خلال هذه التحقيقات، لأن الهدف منها ليس الاستعراض أو النقد المبالغ فيه، يعني أقصد النقد من أجل النقد، وإنما لهذه التحقيقات هدف يتمثل في وضع الإصبع على مكامن الخلل بهدف التصويب، خدمة للمجتمع الفلسطيني وخدمة لمواطننا الفلسطيني، لأن هذا التحقيق مهم ويرتبط بصحة الإنسان. فإننا سنفرد هذه الحلقة من فلسطين هذا الأسبوع لمناقشته وتحليله والقيام بالاستخلاصات اللازمة، شاكرين حضور وكيل وزارة الصحة دكتور أسعد رملاوي، مع الإشارة أن وزارة الصحة أيضا تعاونت بشكل كبير فيما يخص إعطاء المعلومات اللازمة وفحص العينات. نبدأ بالجزء الأول من هذا التحقيق الاستقصائي. ممكن تسبب سرطان. منها ما قد يتراكم في الكبد مثلا يسبب امراض في الكبد، منها ما قد يؤثر على الدم. عدم توفر الشروط الصحية في اثناء التصنيع. سحب ما تم توزيعه من هذه التواريخ من الأسواق الفلسطينية. قد نكتشف أن الطعام المعلب سلاح أكثر فتكاً من البنادق الآلية، قالها الروائي البريطاني جورج أورويل في أربعينيات القرن الماضي، لكن هذه المقولة تتحقق اليوم في فلسطين. في هذا التحقيق نكشف لكم بالوثائق والفحص المخبري عن تلوث بعض المنتجات المعلبة بكتيريا وكيميائيا. نسمع كثيرا عن جودة هذا المنتج أو ذاك، لكن كثيرا من هذه الدعايات قعقعة عصات داخل صندوق من القمامة. الثامن والعشرون من شهر نيسان الماضي استعانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في وطن بمختصي وزارة الصحة الفلسطينية في أخذ عينات غذائية حتى لا يتهمنا أحد بعدم علمية أخذ العينات. استهدفنا ثلاجات الموزعين إضافة لثلاجات كبرى المحال التجارية في رام الله والبير وبتونيا. العينات المستهدفة ركزت على منتجات اللبن وسلطة الحمص باعتبارهما من أكثر المنتجات استهلاكاً لدى المواطن الفلسطيني. حصلنا بطريقة عشوائية على 36 عينة ل14 مصنعاً غذائياً فلسطينياً وإسرائيلياً منتشرة داخل السوق الفلسطينية. العينات وضعت في ثلاجات خاصة بعد تسجيلها رسمياً. عملية سحب العينات
تتم ضمن معايير ومواصفات معينة بحيث تكون عملية النقل كمان مبردة تربي الشروط الصحية للحفاظ على العينة الغذائية المبعوثة إلى المختبر. توجهنا بها على الفور إلى المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة. طلبنا من المختبر المعتمد لدى وزارة الصحة الفلسطينية فحص العينات الغذائية بكتيرياً للتأكد من سلامة عملية الإنتاج، وكيميائياً لمعرفة نسب المواد الحافظة المستخدمة. نظراً لحساسية القضية استغرق فحص العينات مدة أطول من المفترض للحصول على نتائج دقيقة لا لبس فيها. سبب التأخير الفني لهذه العينات، هناك وجود رسوب في بعض العينات للتحاليل الكيميائية، وتم إعادة هذه الفحوصات مرة أخرى باستخدام موظف آخر نفس الجهاز، وتم تأكيد أن هذه العينات راسبة 100% حتى يتم إصدار تقرير نهائي فني كامل متكامل. التاسع من شهر أيار، أي بعد 11 يوماً من تسليم العينات الغذائية للمختبر، حصلنا على نتائج الفحص الأول من تحقيقنا والمتعلق بالبكتيريا. بلغ عدد المصانع التي فحصت منتجاتها 14، 7 مصانع فلسطينية و7 إسرائيلية. الفحص المخبري أثبت مخالفات في منتجات 6 منها، 3 مصانع إسرائيلية و3 فلسطينية. من أخطر النتائج لمنتجات فلسطينية كانت لعينة من الحمص لمصنع نتحفظ عن ذكر اسمه لاعتبارات قانونية، لكنه من أكثر المصانع الفلسطينية انتشاراً، حيث بلغ المجموع الكلي للبكتيريا 590 ألف خلية في كل غرام واحد من الحمص، بينما الحد الأقصى المسموح به 100 ألف خلية لكل غرام واحد من الحمص في مخالفة للمواصفة الفلسطينية الإلزامية البند السادس. تجاوز الحد المسموح فيه في كل من المواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية. أما عن أخطر الكائنات الحية المكتشفة في عينة الحمص الفلسطيني، فقد ظهر في الفحص المخبري وجود 4500 خلية من العفن في كل غرام واحد من الحمص، بينما الحد الأقصى حسب المواصفة الفلسطينية 100 خلية فقط من العفن لكل غرام واحد. عينة أخرى من اللبن لمصنع فلسطيني آخر كانت ملوثة ب 23 ألف خلية عفن في كل غرام واحد، بينما المسموح في اللبن 10 خلايا فقط حسب الاشتراطات الصحية البند 4-8. العفن في خطورته عالية جدا، قد يكون أخطر بكثير من البكتيريا، ينتج ما يسمى بالأفلاتوكسين، خطير جدا، قد يسبب تشمع في الكبد، قد يسبب السرطان. كفلسطينيين احنا دائما بنخاف من الافلاتوكسينز، اتس فيري توكسيك، ممكن تسبب سرطان. اما عن اخطر النتائج للمنتجات الاسرائيليه، حمص يخضع لرقابه وزاره الصحه الاسرائيليه، حيث بلغ عدد البكتيريا الكلي في العينه 5,800,000 خليه في كل غرام واحد، بينما الحد المسموح به 100 ألف خلية لكل غرام واحد من الحمص، أي 58 ضعفاً للحد المسموح به حسب مواصفة الحمص الفلسطينية الإلزامية البند السادس. اللافت أن أجهزة المختبر لم تحدد أنواع البكتيريا في عينة الحمص الإسرائيلي، فبقيت أنواعها مجهولة. هذا رقم عالي جداً، يمنع هذا الرقم بشكل يعني مطلق. صحيح انه هذه لما نقول العدد الكلي للبكتيريا هو مؤشر على النظافه، على النظافه العامه. نحن نقوم بفحص 5 انواع من البكتيريا بعد العدد الكلي للبكتيريا، بنكون مع بفحص 5، لكن قد يكون هناك
20 أو 30 أو 40 نوع أو 50 نوع لا تفحص بطبيعة الحال، وبالتالي هذا مؤشر خطير جدا أن تكون بهذا الرقم المرتفع. بالنسبة لي ما بستغرب إطلاقا عن وجود منتجات إسرائيلية مخالفة، هي مش أول مرة عندنا هناك بعض السلطات، لأن أنت بتحكي عن السلطات بالذات والألبان، عندنا سلطات منعت أصلا نهائيا من التسويق. دكتور أسعد رملاوي، أهلا وسهلا بك في برنامج فلسطين هذا الأسبوع. أهلا بكم. وبالطبع سنناقش معك من موقع تخصصك ومسؤولياتك حول نتائج هذا التحقيق. سؤالي الافتتاحي العام لنجعل منه مدخلا لبقية الأسئلة، كيف قرأت النتائج؟ يعني حقيقة حتى أكون صادق لم أفاجأ بالنتائج، لأنه متوقع دائما أن يكون هناك لوث غذائي، وهذه ظاهرة فلسطينية إقليمية عالمية، حيث أن المعطيات العالمية أن هناك حوالي 1 من كل 10 أشخاص عالميا يصابوا بأمراض لها علاقة بالسلامة الغذائية أو بالتلوث الغذائي. أي نسبة عالمية؟ نسبة عالمية بنحكي 1 من 10، وبالتالي بنحكي عن 600 مليون شخص عالميا إذا أخذنا معدل العالم 6 مليار، وفي أن حوالي 425 مليون وفاة سجلت، منهم حوالي 25% أطفال وفيات من هذا المرض. في عندنا حوالي 90,000 425 مليون وفاة نتيجة على مستوى العالم. نعم، نتيجة أمراض لها علاقة بالتلوث الغذائي أو التسمم الغذائي. وفي عندنا كان 90,000 طفل نتيجة الإسهالات وعدم التجاوب مع طبعا أو إعطاء العلاج الملازم. بالتالي عمالنا نحن بنحكي عن ظاهرة موجودة. بالتالي نحن باسم وزارة الصحة الفلسطينية بنشكر تلفزيون وطن حقيقة على ما قاموا به من عمل رائع وإنجاز علمي ووطني يخدم صحة المواطن الفلسطيني ويتماشى مع سياسة وزارة الصحة الفلسطينية. وهذا هو السبب الذي من خلاله وزير الصحة معالي الوزير دكتور جواد عواد أصدر تعليماته لفتح أبوابنا وللتعامل الكامل والتعاون على حساب وزارة الصحة في فحص المنتجات أو في فحص المواد التي تم تجميعها من قبلكم بطواقمنا طبعا جمعا، والتي كلفتنا أكثر من 30,000 شيكل، يعني حسابا إذا أخذنا شيء تقديري، لكن الفلوس لا تعني شيء. هذه ظاهرة جديدة في تعاون المؤسسات الوطنية مع وسائل الإعلام، يعني الوزارة لم تتعاون لفظيا وإنما قدمت تسهيلات. إذن أنتم تعولون على دور الإعلام للتكامل مع دوركم دون أدنى شك، لأنه حاليا السياسة الجديدة التي نتبعها هي توصيات منظمة الصحة العالمية بموضوع ما يسمى بالتعاون القطاعات المختلفة لتحسين الوضع الصحي. وعندما نتكلم عن مقاطعات مختلفة دخل تحت اسم المحددات الاجتماعية، بمعنى عندما أنت تقوم بعملك تقوم بعملك لأجل توصيل رسالة إلى المجتمع، والرسالة يصلها الإعلامي أكثر من يصلها الطبيب. أنا أتعامل مع شخص أو مع فرد، أنت تتعامل مع وطن كامل مع مجتمع كامل، بالتالي الرسالة الصحية تصل من خلالك. وهذا ضمن الأسس التي نعمل حاليا من خلالها، أن يكون الإعلامي بجانب وزارة الصحة أن يكون المعلم والمدرس التربية والتعليم الذي يتعامل مع 50% من المجتمع بجانب وزارة الصحة، أن يكون الشرطي أن يتعامل مع وزارة الصحة، أن يكون القضاء مع وزارة الصحة، لأنه بالآخر لا يمكن أن ننجح في توصيل رسالة وخدمة مواطن إلا إذا تعاملت الكل بالقطاعات المختلفة. وهذا الشيء اللي بنشكركم عليه، لأنه كان دوركم دون أدنى شك إيجابي في ما قمتم به. نعم، ندخل يتماشى بس مع شغلتين، خليني أكمل. يتماشى بالنظور الرقابي اللي هو مسؤوليتنا، وبالتالي ساعدتونا في الوضع الرقابي، ويتماشى في الوضع التوعوي لتوصيل الرسالة الصحيحة للمواطن الفلسطيني وساعدتونا فيها، وهون لكم الشكر في ذلك. طب هل فاجأتكم النسب؟ حقيقة لا، لأنه نحن إجمالا بعملنا الروتين المنقوم فيه سنويا نفحص بحوالي 20,000 عينة ما بين غذاء وماء تصل إلى المواطنين، والعشرين ألف هي عبارة عن عينات عشوائية بنأخذها من الناس أو المحلات اللي فيه عندنا مشكلة فيها أو في خطر. بالتالي بنجد عندنا دائما نسبته 25% من العينات التي تأخذ إنه فيها مشكلة سواء مياه أو غذاء. وبالتالي لما بنحكي عن 25% هون كمان شيء لتوعية للمواطن والمستمع، انه لا يعني انه 25% الغذاء ملوث. نحن عندما ناخذ عينات ناخذ من العينات التي يمكن ان يكون بها تلوث اكثر غيرها، يعني ممكن ان تكون في مطعم، ممكن ان تكون في مخبز، ممكن ان تكون يعني في اوتيل، يعني اللي بتشكوا فيه. نعم صحيح، اللي الناس اللي في عليها استهلاك دائم واللي في مجال للتلوث فيها.
يعني خزانات عامة، خزانات مياه للمدارس اللي ممكن تصل لها حمام، ممكن غبرة، ممكن شغلة. بالتالي هون بنحكي عن 25% من النتائج التي نقوم بها من 20,000 عينة، معنا بتحكي عن 4,000 عينة سنويا نحن نكتشف أنها في عندها إشكاليات، وبالتالي يتم أخذ الإجراءات اللازمة في حينه، وهذا جزء أساسي من العمل بنقوم فيه دون أن نشك. يعني سنتحدث عن الإجراءات، يعني من الفحوص التي أجريت على لبنة ووجد أن نسبة العفن فيها عالية جدا جدا وقد تكون مدخل للسرطان، طب أليس هذا مؤشر صحي يعني خطير ويحتاج إلى إجراءات؟ دون أدنى شك نحن بنحكي عن عفن، وهون أنا برضو عملية توضيحية سواء للإعلامي أو للمواطن المستمع. العفن بحد ذاته ليس هو المسبب للسرطان. إفرازات العفن اللي هي المواد الكيميائية اللي بنسميها أفلاتوكسين، هذه هي الممكن أن تكون مسرطنة. المسرطنة طبعا بعد فترة، بس العفن مسبب لها؟ المعفن هو ينتج منها، ينتج يعني العفن ينتج الأفلاتوكسين، لكن ضمن المواد اللي فحصناها موجود عفن لكن ما كانش فيه أفلاتوكسين، وهون يختلف. والعفن له برضه مواصفة معينة، إنه له حد معين، لكن إذا زاد عن حد برضه نحن ما نسمحش فيه حتى إنه ما يكونش سبب إنه يصير يفرز أفلاتوكسين وبالتالي يكون مصدر طبعا غير صحي للمواطن أو يؤثر على سلامة الغذائية للمواطن. بالتالي يعني حتى هون من خلال المستمع، أكيد المستمع بحب نسمع كثير شغلات، ونحن مننتهز شهر رمضان الفضيل إن نقول للناس كل عام وانتم بخير، ومننتهز إنه خلال أيام قليلة إن شاء الله راح يكون عيد الفطر. صحيح. وكل عام هم بخير. هون نداء ونستغل هاي المناسبة إنه العفن والأفلاتوكسين بفرز عتم قد يكون بكميات كبيرة جدا 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 في المكسرات، وقد يكون كميات الحلو التي تدخل في صناعة المكسرات. هلأ مش معنى ذلك إنه كل المكسرات تحتوي على عفن. هلأ من يشعر إنه حبة بزر أو حبة فستق في تم دخله أكلها عند الناس وشان فيها نوع من العفن، يفضل إنه ما يكلهاش ما يبلحهاش. وبالتالي هذا يعني نداء لكل مواطن مستمع، لأنه كمية العفن الذي يترسب في الجسم والذي يؤثر طبعا في المستقبل على صحة الكبد هو شيء تجميعي، لأنه خلله أو الأثر الكيماوي ممكن إنه يكون على الكبد بشكل تراكمي. الموضوع الثاني اللي نحن بنناشد المواطنين حاليا وتحديدا أصحاب المحلات الحلو، إنه برضو ما يحاولوا يستغلوا طبعا إنه بالخلطة تاعتهم إنه يكون في بعض المواد الغير مراقبة أو غير من محلات أو قديمة، أو ممكن يكون أو في عفن صبغات عفن مثلاً. لا نحن نحكي لساتنا عن المكسرات، على المكسرات والعفن، بحيث إنه إذا دخلت ضمنها برضو هاي راح تكون في أجزاء سلبية. لهذا المناداء للمواطنين المستمعين إنه إذا شعروا إنه أي طعم غريب سواء في الحلوى أو في المكسرات إنه عدم تناولها، وحتى يتخلص منها بمحرم بأي شغلة ما يدخلهاش داخل جسمه. طب دكتور، الفحوص يعني لم تقتصر على المنتج الفلسطيني، وإنما طالت المنتج الإسرائيلي، ووجد خلل أيضا في هذا المنتج، وعلى سبيل المثال الحمص. يعني كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المنتوجات الواردة إلينا من الخارج؟ يعني شكرا لك أنك ذكرت هذا السؤال. هذا الإشي نحن بدنا نطمن المواطن، لأنه السياسة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وسيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية دائما مع توطين الخدمة، وتوطين الخدمة ليس فقط للوضع الصحي بالعلاج، أيضا هم نحكي عن توطين الخدمة إنه الإنسان يثق بمؤسساته ويثق بمصانعه ويثق بالرقابة الداخلية. هلا يوم نحن بنحكي انه ومشكورين انتم اثبتوا لنا اثبات رائع انه اخذتوا 3 مصانع اسرائيليه واخذتوا 3 مصانع فلسطينيه، وجدنا انه الخلل في الجهتين، لكن الخلل في الاسرائيلي اكثر، لانه الخلل في الاسرائيلي كان موجود كميات عاليه جدا من المواد الحافظه اللي بحد ذاتها بالنسبه لنا كمواصفه فلسطينيه غير موجوده. نحن المواصفه الفلسطينيه سواء للحمص او عفوا اللبنه تقريبا 30% من ما هي المواصفة الإسرائيلية، لسببين. سبب الأول حريصين على كم المرة دكتور 30%؟ 30% يعني إنه المادة الحافظة اللي عند الإسرائيليين تقريبا 3 أضعاف المادة الحافظة الموجودة في البضائع العربية ضمن المواصفة. وبالتالي لما وضعنا هذه إسرائيليا ألا تفحص عندهم؟ تفحص إنه ضمن المواصفة، مواصفتهم تسمح لهم بهذا. شو معنى مادة حافظة؟ المادة الحافظة بتعمل عبارة عن غطاء للمواد البكتيرية الموجودة، بحيث لو نحن فحصنا المادة الحمص أو اللبن بوجود المادة الحافظة
تظهرش او تظهر بكميات قليله، بغياب المادة الحافظة تظهر المادة اكثر، وبالتالي عملية رفع المادة الحافظة هي عبارة عن اخفاء لبعض المواد. في عندنا شيء راح نتطرق لها بدون ادنى شك. وهون انا للمواطن الفلسطيني المستمع الفلسطيني انه يجب ان يثق بالبضائع المحلية، لانه نحن بنشتغل على مواصفة وبنشتغل على رقابة السوق، انه لا نقول انه نحن بضاعتنا افضل من الاوروبيين ولا نقول افضل من الاسرائيليين، لكن نقول انه في عندنا مواصفة، المواصفة هي التي تتكلم والاعلام هو الذي يتكلم، وفي عندنا واجب تطويرها، وفي عندنا يعني هذا واجب تطوير، وفي عندنا واجب وطني، بحيث انه اذا هذه مواصفتها افضل وإذا الإنتاج أفضل وموجود بالسوق والسوق نحن في عنا رقابة، نحن نقوم بمراقبة البضائع الفلسطينية من ساعة إنشائها في المصنع إلى وصول التاجر ونقوم مراقبتها بالتاجر، بينما لا نراقب البضائع الإسرائيلية في المصنع تبعها. ونحن بهذه الطريقة نساعد صاحب المصنع الفلسطيني أيضا على تطوير إنتاجه دون أدنى شك. وبالتالي نحن أي تدخل للمصنع عندما نقوم بعملية إعطاء بوهاد من جهة زي ما حكيت أنت في الآخر إنه الإجراءات نقولها دون أدنى شك، المصنع أو التاجر الفلسطيني نتيجة التعليمات اللي نحن بنعطيها بناء على الرقابة المقوم بناء على نتائج الفحوصات يكون هون دائما في تدخل للتحسين ولخدمة المواطن الفلسطيني. وإذا لم يلتزم هذا صاحب المصنع أو المنتج إجمالا في قانون الصحة العامة وقانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك، ما هي الإجراءات التي يمكن ما يندي أحكي لك؟ نعم. الإجراءات إنه نحن بنطبق قانون الصحة العامة المادة 20 ل 2004 وفي قانون حماية المستهلك وكل الوزارات إلها قوانينها، وفي عندنا طبعا لجنة المحافظة اللي هي بتعمل مع بعضها البعض. قانون الصحة العامة بينص انه اي مادة قد تضر في الانسان يجب طبعا اجراءات عديدة لها. نحن ضمن الاجراءات اول شيء في عندنا الرقابة. الرقابة تكون اول شيء على المصانع، وقبل ان المصنع ان ينتج اي شيء يكون هناك في اشراف صحي بيئي لإعطائه ترخيص بعملية التصنيع بناء على معايير معينة موجودة عندنا. اذا هذه المعايير اكتملت نعطيه هذا الترخيص. الشغل الثاني عندما تذهب إلى أي إنتاج قبل ما هذا الإنتاج يصل إلى التاجر ويصل إلى المستهلك يجب أن يكون هناك مفحوص، نأخذ باتش نمبر معين أو يعني باتش نمبر معين من المادة بنفحصها إذا كانت كل شيء طبعا يتم تسويقها ولا يكون هنا. إذا كان في عندنا مشكلة يتم التحفظ على هذا الباتش ونشوف شو السبب، هل وطبعا السبب من الناس أخصائيين إنه هل هو من التصنيع، هل هو من التخزين، هل هو من الحفظ، هل هو من الموظفين أنفسهم إنه عندهم بعض الإشكاليات في عملية الهيجين وغيره وغيراته، وبالتالي يتم تقييم الوضع ويتم إعطاء المعلومات أو التعليمات اللازمة ويجب على المصنع أن يلتزم فيها. لكن إذا كان هناك خلل في الإنتاج يتم إغلاق طريقة الإنتاج أو المنتج المعين حتى يتم تصحيحه، وهذا الشيء ليس فقط على المنتج وليس فقط على المصنع بل أيضا يتم على المطعم ويتم على الفندق ويتم على أي محل. نعم، اسمح لنا بالانتقال إلى الجزء الثاني من هذا التحقيق. الثامن عشر من شهر أيار، أي بعد تسليم العينات الغذائية بعشرين يوماً، تسلمنا نتائج الفحص الثاني، أي الفحص الكيميائي الذي يظهر نسبة المواد الحافظة في العينات الغذائية. كشف الفحص المخبري رسوب 9 مصانع من أصل 14، حيث رسب 7 مصانع إسرائيلية، وهي مجمل المصانع الإسرائيلية المفحوصة، إضافة لمصنعين فلسطينيين من أصل 7. المواصفات الإسرائيلية بتسمح باستخدام مواد حافظة بنسب أعلى بكثير من النسب المسموح في استخدامها ضمن المواصفات الفلسطينية. طبيعي إحنا كمؤسسة مواصفات من خلال اللجان الفنية نتشدد بشكل كبير في موضوع استخدام المواد الحافظة، وبالذات في بعض المنتجات اللي بيكون عليها استهلاك عالي والنمط الاستهلاكي لدى المستهلك الفلسطيني إنه بتناول هاي المنتجات بشكل مستمر ودائم وبشكل يومي. أخطر نتائج الحمص كانت لمصنع فلسطيني نجحت عيناته بكتيريا في الفحص السابق، حيث بلغ مجموع المواد الحافظة من البنزوات والسوربات، وهي أكثر المواد الحافظة شيوعا وانتشارا، بلغ 3239 في كل غرام واحد من الحمص، أي أكثر من 3 أضعاف الحد المسموح به فلسطينيا، حيث يمنع منعا باتا أن تتجاوز نسبة المواد الحافظة في الحمص نسبة 1000 في كل غرام واحد.
أخطر نتائج اللبنة كانت لعينة إسرائيلية رسبت في الفحص البكتيري السابق، حيث بلغ المجموع الكلي للمواد الحافظة 1492 فارز 4، علما أن المواد الحافظة في اللبن يجب ألا تتجاوز نسبة 300 في كل غرام واحد، أي حوالي 5 أضعاف المسموح فلسطينيا. كلما زادت الدوز الجرعة زادت أثارها، بمعنى آخر أثارها على جسم الإنسان. التراكمات المواد الكيماوية في جسم الإنسان زي أي ملوث كيماوي لجسم الإنسان، أنه قد يخل في النظام الخلية داخل الجسم وبالتالي يؤدي إلى أمراض ومنها وأخطرها السرطان كما نعرف. منها ما قد يتراكم في الكبد مثلا يسبب أمراض في الكبد، منها ما قد يؤثر على الدم، ممكن تسبب لي سوبر أكتيفيتي للأطفال، منلاقي الأطفال بتحركوا كتير نشطين كتير، منلاقي بعض الأشخاص بيصيبهم الميجرين اللي هو الشقيقة. ويؤكد المختصون أن السبب الرئيس وراء إفراط بعض المصانع في استخدام المواد الحافظة يعود لعدم تطبيق شروط النظافة الكاملة في خطوط الإنتاج أو سوء عمليات التخزين. غياب النظافة يؤدي إلى انتشار البكتيريا، لذا يقوم بإضافة كميات تتعدى النسبة المسموحة من المواد الحافظة للقضاء على البكتيريا ووقف انتشارها داخل الأغذية. مجرد ما نشوف العينة نظيفة ننتقل فورا، نفترض انه ممكن يكون في زيادة في المواد الحافظة، فهلا هم بحطوا المواد الحافظة على اساس انه يتجاوزوا، اشتغلوا في الايدين، بكونوا عارفين حالهم اشتغلوا في الايدين، بكونوا عارفين حالهم مثلا كان الجو كان التكديس عندهم مش صح او التخزين الى اخره، فبحطوا مواد حافظة بزيادة او مسموح 300 بهم مش بحط اكثر عشان اضمن. هلا هو بالنسبة له مش مشكلة يحط أكتر لأنه أضمن له، بس لما تمسك بضاعته مش مسموح له يسوقها بهاي النسب. أولا إما هو تخوفه بأنه عنده مشكلة في الجانب الصحي من نمو للأعفان للخمائر للبكتيريا، وبالتالي بده يحافظ على منتجه بزيادة إضافة المواد الحافظة، أو إنه هي استهتار وعدم عناية حقيقية بصحة وسلامة المواطنين. دكتور أسعد، بعد نشر هذا التحقيق وتعميمه اتصل كثير من المواطنين بتلفزيون وطن وبمعد التحقيق بشكل مباشر يطالبون بكشف أسماء المصانع التي تعاني من خلل في الإنتاج، ما رأيك؟ يعني حقيقة أنا رأيي إنه اليوم في عندنا خلل في هذا المصنع يصلح، بعد غد يكون في مصنع ثاني، وبعد غد يكون ثالث وإلى آخره. المهم أن هناك رقابة وأن يعي المواطن أنه لا يمكن إنه نحن نعمل جادين كوزارة صحة وكوزارة اقتصاد وكلجانة رقابة وحماية مستهلك وحتى إعلام معنيين جدا إنه تصل البضائع سليمة لكل مواطن. بالتالي لو تعرف على هذا المصنع نحن دون أدنى شك أخذنا الإجراءات اللازمة وسوف يكون إنتاجه سليم دون أدنى شك اليوم أو بكرة، لكن لا يضمن إنه المصنع اللي برضه كان سليم إنه ما يكونش فيه خلل بعد شهر وشهرين. وبالتالي نحن نتكلم من التقرير نفسه إنه في 7 مصانع إسرائيلية وفي مصنعين فلسطينيين، بالتالي هدول المصنعين دون أدنى شك سوف يصححوا، لا يعني ذلك إنه ما نراقبهم، مش سيكون هناك رقابة دائمة على الإطلاق لإلهم كشيء جزء روتيني من نعمله باستمرار. وبالتالي يعني زي ما كنا نحكي قبل الحلقة إنه نحن سنويا نفحص حوالي 20,000 عينة من المنتج المحلي، بالتالي في عنا هناك خلل يتم إصلاحه رأسا، لكن لو نينها حكينا إنه في عنا في X أو Z إنه في خلل، هذا لا يعني إنه الناس الآخرين في عندهم خلل اليوم إنه ما يكونش خلل بكرة. لهذا السبب إنه طب كيف الإحاطة بهذه الظاهرة؟ الإحاطة دون أدنى شك هي الرقابة المستمرة، الرقابة اللي هو التزام بالمواصفة الفلسطينية، ونحن نعمل بقدر الإمكان إنه المصانع المحلية والمنتج المحلي أن يكون ملتزم بالمواصفة الفلسطينية، وكل من لن يلتزم بالمواصفة الفلسطينية سيعرض نفسه للخلل والإجراءات القانونية حسب القوانين المتبعة سواء قانون الصحة العامة أو حماية المستهلك.
بنفس الوقت انه هناك عمل روتيني، لا يعني انه عملنا اليوم شغل مع تلفزيون وطن انه لا نقوم بالعمل بعد اسبوع بعد يومين ثلاث. عندنا حوالي نحن 115 مشرف في الوطن بيعمل في نظام صحه البيئه وبجمع الاغذيه، في وزاره الاقتصاد برضو عدد مماثل لهم، في مراقبين ميدانيين على 115 لوزاره الصحه، وفي عدد مماثل لهم في وزاره الاقتصاد، وفي عندنا كمان الضابط الجمركيه تساعدنا، متخصصين في الرقابه الصحيه، متخصصين في عمليه الرقابه وجمع العينه. وبالتالي مختبر الصحه العام المركزي هو المرجعيه لكل الوزارات الفلسطينيه وبما فيها الضابط الجمركيه. بالتالي نحن نتكلم عن جيش من المراقبين، ونحن نعمل جدين حتى في تعيينات هذا العام سيكون هناك تعيينات برضو اضافيه للمراقبين الصحيين. نحن بنحكي عن حوالي 300 مراقب صحي موجودين، 300 مراقب عمالهم بيشتغلوا. لكن انا باكد لك وباكد للمواطن الفلسطيني، لا يمكن ان نقول اننا نستطيع ان نغطي 24 ساعه البلد ب 300 مراقب، لكن وعي المواطن هو الذي يغطي وهو الذي مساعدنا. دكتور، لهذا السبب يقول البعض ان الرقابه من قبل وزاره الصحه والاقتصاد هي موجوده لكنها غير كافيه. نحن نقول انه نحكي عن معايير، المعايير طبعا نحن ما بدنا نقول انه نحن وصلنا الكمال وما نقول انه نحن طب، نحن بنحكي انه في عندنا معايير. المعايير انه عدد الاصابات والتسممات السنويه اللي موجوده عندنا اقل من اي دوله في الاقليم، وعدد التلوث الغذائي الموجود اقل من اي دوله بالاقليم. بالعكس حاليا في شيء نظام عالمي، والنظام العالمي يكون ضمن قانون عالمي، نحن كنا بنحكي عن قانون فلسطيني قانون الصحه العامه، لكن في قانون عالمي اسمه انترناشونال هيلث ريجوليشن اللي هي التشريعات والاصطلاحات الدوليه اللي بتنص على التبليغ عن امراض السير المعدي والتبليغ عن الاغذيه الفاسده. حتى لو عندي غذاء في مشكله يجب ان الاردن ومصر وامريكا وكندا واي دوله اوروبيه واي دوله انها تعرف عنه من خلال نظام او منظومه بمنظمه الصحه العالميه تبليغها. وبالتالي في عندنا شيء بنسميه البلس نت، ونحن كفلسطينيين نفتخر انه بامكانياتنا المتواضعه وبوضعنا السياسي انه نحن كنا من الناس اللي حصلنا على شهاده من منظمه الصحه العالميه ومن مركز مكافحه الامراض في اتلانتا بالبلس نت، اللي هو عباره عن تبليغ مش بس عن البكتيريا التي يتم اكتشاف الغذاء، عن الجينات الوراثيه للبكتيريا بحيث انه نعرف مصدرها. وعلى هذا الاساس كان ان فضل نحن في تشخيص بعض انواع الدجاج والسلمونيلا الموجوده بالدجاج، عرفنا من الجينوتايب انها منين مصدرها كان جاي، وبالتالي تم تبليغ منظمه الصحه العالميه وتم تعبيب هذه المعلومه على كل الدول. اذا هون نحن بنحكي عن تعاون دولي بعمليه البضائع، لانه مش كل البضائع هي محليه فلسطينيه او اسرائيليه، برضو بتيجي بضائع اوروبيه وتيجي بضائع امريكيه وتيجي دول عربيه، ففي عندنا تعامل كامل. وهون انا بذكر المواطنين حتى يكون عندنا ثقه برضو بالمنتج الفلسطيني، انه شركه كادبوري العالميه، كادبوري طبعا لانه هي حكت عن حالة، لأن أنا ما بقدر أحكي عنها إلا لأنها هي حكت عن حالة. في يوم الأيام قبل سنة كان هناك تلوث بمنتجات شركة كادبوري، فهي التي قالت إنه في تلوث ولمت كل بضائعهم الأسواق العالمية ضمن موضوع البلس نت اللي نحن نحكيه. هذا ما هو فيه يعني أخلاقية معينة وفي صحة، لأنه ليه؟ لأنه حتى لو خسرت هي بفترة شهر وشهرين هي بتربح على المستوى البعيد، بتربح أموال طالع إنه في مصداقية. وعلى هذا الأساس انه ما يوجد، عشان هيك بدأنا في البداية قلنا ما هو موجود عندنا موجود في كل العالم، عمال بحكي عن شركات عملاقة، شركات كبيرة بتصدر غذاء لكل العالم، وبالتالي كان في اشكاليات. وبنعرف انه شركات الحليب العالمية نسلة وغيرها وغراتها اعلنت في كثير مقرن بسحب هذه الاسواق نتيجة تلوث، بالتالي عملية التلوث وارد انها يصير. مش معنى ذلك انه مصنع فلسطيني مش لازم يصير في تلوث، لا لازم يصير، لكن مش لازم انه لازم يكون في رقابة ولازم يتم اكتشافه وعدم وصول المواطن. هذا بالنسبة الفلسطيني. على المستوى المنتوجات الإسرائيلية، يعني اتفاقية باريس الاقتصادية برغم الغبن اللي فيها تجاه الفلسطينيين، لأنه في بند فيها بيقول إنه بالنسبة للبضائع الإسرائيلية المنتوجات الإسرائيلية يتم التعامل معها وفق المعايير الصحية الفلسطينية، كيف يمكن التعامل مع أنا يعني المنتج؟ أقول شغلة تانية، إنه قانون الصحة العامة هو الغطاء لنا، وقانون الصحة العامة وقانون حماية المستهلك مدام أي شيء بضر المواطن الفلسطيني فهون خط أحمر. بالتالي لا يوجد لدينا اكتراث من سواء بضائع إسرائيلية مهما كانت ومنين مصدرها، إذا كان فيها مشكلة يجب التعامل معها بإتلاف. وأتوقع إنه أكثر من مرة عندما كانت البضائع الإسرائيلية غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية بما فيها الطحين، بما فيها الطحين طحين الخبز، قمنا بإتلافه إلى حد
عندما قمنا بإتلافه ومنعه وإرجاعه إلى مصدره التزمت بعض المخابز، مش المخابز، البطحن والقمح اللي المطاحن الإسرائيلية، مطحنة يافا الكبيرة، بوضع على الصفحة الأولى بجريدة القدس الالتزام بالمواصفات الفلسطينية هذا قبل سنوات. بالتالي كان إلى نصر سياسي بالإضافة لنصر اقتصادي بالإضافة لنصر حماية المستهلك. عندما نقوم بوضع المواصفة توضع المواصفة لحماية المواطن ضمن معايير دولية ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية. بالتالي بغض النظر عن شو الاتفاقية الموجودة إذا كانت تؤثر على المستهلك فهون دخلت ضمن إطار حماية المستهلك ودارت ضمن الفود سيفتي أو السلام الغذائية اللي هي أفضل من أي اتفاقية سياسية. طب سؤالي الأخير في هذا المحور، إذا استمرت بعض المصانع قمت بمراقبتها متابعتها أنذرت أعطيت تعليمات معينة وعادت لتكرار نفس الخطأ، يعني أنا بأكد فهل سيتم الإعلان عنها واتخاذ إجراءات مشددة فيها؟ شوف نحن نقوم كثير مرات ضمن قانون الصحة العامة بإغلاق المصنع، نحن بنحول للنيابة وفي تحولات النيابة، لكن برضو قانون الصحة العامة يعطي صلاحية لوزير الصحة أن يكون بسلطة تنفيذية. بالتالي إذا كان هناك إشكالية حقيقية بأنه المنتج يؤثر على حياة المواطن بإمكاننا الطلب من الشرطة بناء على وزير الصحة أنه يقوم بإغلاق المصنع. وبالتالي نحن يعني حتى تاريخه قمنا بإغلاق مطاعم وقمنا بإغلاق بناء على قانون الصحة العامة، لكن المصانع نحولها دائما إلى النيابة حتى يكون هناك قرار نيابي، ويتم طبعا من قبل وزير الصحة إذا كان أمر خطير التكلم مع النائب العام حتى يكون هناك تدخل سريع، لأنه أي تأخير ممكن أن يؤدي إلى إشكاليات على الوضع. لكن نحن كثير مرات سكرنا مصانع وسكرنا محلات وسكرنا متاجر، وطبعا برايفس مطلقة يعني بسرية مطلقة حفاظا على طبعا عدم التشهير وإيمانا بنا إنه هذا الشخص اللي بتقوم طبعا بعقابه بالتسكير انه مفروض انه يصلح الانتاج ويصلح العمل. يعني في بعض المصانع لديها اخلالات تم الكشف عنها في التحقيق، في هذا التحقيق نفسه كيف سيتم التعامل؟ هلا اذا كان هناك خط انتاج معين، يعني بمعنى اذا كان نحن بنحكي عن الحمص حاليا، لكن المصنع لا يصنع فقط الحمص، يصنع 200 صنف سلطات مختلفة وحليب ولبنة وانواع مختلفة من الشغلات المختلفة والعصائر، وبتعرف يعني مش صنف. إذا كان هناك خلل في إنتاج الحمص لا يعني أني أغلق 199 منتج الثاني أو الخط الثاني، بالتالي يتم التعامل مع خط الإنتاج اللي فيه مشكلة ويتم تصليحه. وإجمالا كثير ممكن يحفزني أروح أتابع كل المنتجات الأخرى دون أدنى شك. ما نحن فيش إنتاج يصل إلى السوق إلا يتم فحصه، وكثير من المرات نحن يعني عملية التحويل إلى النائب العام عندما يكون هناك إشكالية حقيقية، وبالتالي إجمالا فيش منتج فلسطيني فيش صاحب بزنس مان، يعني واحد صاحب مستثمر عندما يرى أنه في عنده إشكالية في بضاعته إلا يروح يعمل بقدر الإمكان إلى تحسينها، لأنه بالآخر بتضل في مصالحه. أي يوم يتم في عدم إنتاج لخط معين تكلفته عليه بتكون مئات الألاف بينما التصليح بيكون أقل. إذا خصل له خط الإنتاج مهما كان يوم أو يومين بتكون التكلفة الاقتصادية عليه أقل كثير من تعطيله جمعة وجمعتين وثلاث أو من منعه في الأسواق. طب يعني سؤال خارج عن التحقيق، يعني أنا عشت الانتفاضة الأولى عندما تم مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية بشكل كامل وأقبل المواطن الفلسطيني على المنتج الفلسطيني الوطني الفلسطيني بحماسة شديدة، لكن بدل المنتج الفلسطيني ما يحسن الجودة والنوعية لهذه المنتوجات ما دام صار هو الذي يسود في السوق كان يسلم السوق يعني بضائع ومنتوجات، يعني بدي احكي لك انه رديء يعني صراحة. نحن هون على الإعلام ولا يجوز التعميم انه هناك الكثير والكثير من يعني المصانع من المصانع الفلسطينية أفضل من المصانع الإسرائيلية. وعندما نتكلم عن شهادة الآيزو اللي شهادة الآيزو إنه بتحكي عن شهادة تتعلق إلى علاقة بالجودة ولا يمكن إصدارها إلا بعد فحوصات وتقاط من جهات محايدة، يعني من جهات ما لهاش دخل في موضوع العمل. في بعض المصانع الفلسطينية حصلت على شهادة الآيزو، وفي بعض المصانع الفلسطينية طبعا حصدت على الآيزو من جهات إسرائيلية كمان. هلأ دخولها للأرض الإسرائيلية هون دخلت السياسة في الموضوع، ونحن بنعمل جادين أنه يجب أن البضاعة الفلسطينية تدخل إلى داخل القدس لأنها بلدنا وداخل حتى إسرائيل. وبالتالي أنه يوم نحن بنحكي حاليا عن التحقيق اللي تم من خلال تلفزيون الوطن كان في 7
مصانع إسرائيلية وكان في مصنعين فلسطينيين، وهذا كان واضح من خلال التقرير. نعم. بالتالي هون معنا بنحكي انه في تحسن نوعي في عملية انه المصانع الفلسطينية بتشتغل عمالها الافضل دائما. وانا بأكد لك انه المصنعين هدول لو جيت انت بعد شهر او جمعتين او ثلاث او حتى بدون الاتفاق معنا او في اللحظة اللي قررتوا فيها نطلع معكم ناس في نفس اللحظة تجيبوا العينات حتى ما يكونوش هناك بايس في عملية جمع العينة، انا بأكد لك انك راح تلاقيهم اختلف الوضع. يعني بس احنا حابين ننوه لقضية مهمة، تلفزيون الوطن، المستوى الاعلامي، وزارة الصحة، كل المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية منحازة للمنتج الوطني طبعاً. الفلسطيني، لانه دعم هذا المنتج، تطوير هذا وطني. المنتج هو مهمة وطنية من الدرجة الاولى، لانه لا اقتصاد فلسطيني قوي بدون ثقة بمصانعنا ومؤسساتنا الإنتاجية. ننتقل إلى الجزء الثالث والأخير من التحقيق. حملنا النتاج وتوجهنا نحو إدارة ومفتشي صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة. اجتمعنا مع الكادر الإداري وتناقشنا في النتائج التي توصلنا إليها، فصدر القرار على الفور. مفتشو صحة البيئة انتشروا في الأسواق الفلسطينية بحثاً عن منتجات المصانع الفلسطينية والإسرائيلية التي رسبت في فحوصاتنا البكتيرية والكيميائية. ضبطوا البضائع المخالفة تمهيداً لإتلافها، وأنذروا الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. صحة البيئة لم تكتفي بذلك، استدعوا مندوبي الشركات المخالفة إلى صحة رام الله والبير لمواجهتهم بالنتائج. حاولنا مقابلتهم لإعطائهم الحق الكامل في الرد، لكنهم رفضوا التحدث والدفاع عن منتجاتهم. بدون تسمى ذكر لا اسم شركة، مع ترويش وجهك، مع تغيير صوتك، بس انت رفضت. تم استصدار قرار من مدير عام صحة محافظة رام الله والبيري، اختارات رسمية تم توجيهها لذوي العلاقة بعدم تسويق أي منتجات غذائية مخالفة للتعليمات والمواصفات، وسحب ما تم توزيعه من هذه التواريخ من الأسواق الفلسطينية. وفي حال كان في عنده تكرار لهذه المخالفة أكثر من مرة سوف يتم تحويله إلى القضاء، والقضاء من يحكم بالمخالفات. بناء على نتائج الفحص المخبري لعينة لبن، فقد تبين وجود مواد حافظة حسب تقرير مختبر الصحة العامة المركزي رقم 8961، وهذا مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية بشأن المواد الحافظة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. وعليه يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعدم تسويق أي منتجات مخالفة وسحب المخالف منها من الأسواق، وإلا سنتخذ بحقكم الإجراءات القانونية حسب قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. الرجاء العمل على إتلافها، حيث أنها مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية. بدورها أصدرت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بعد اطلاعها على نتائج التحقيق قراراً فورياً للشروع بحملة رقابية للتأكد من تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالعبوات المعبأة مسبقاً في المحافظات الفلسطينية كافة. كان ذلك بتاريخ 26 من أيار الماضي، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً لوسائل الإعلام يحتوي على بعض ما كشفه تحقيقنا عن العبوات الغذائية. ما في إشي اسمه أخطاء لهي الشركات، تجرب مرة مرتين، إحنا مش حق التجارب. أي شركة بتخالف يوقف إنتاجها، حين ما تلتزم هي السوق مفتوح.
حصلنا على إحصاءات وزارة الصحة لمعرفة حجم مخالفات المصانع الغذائية الفلسطينية والإسرائيلية، علما أن الأرقام تشمل جميع مصانع الأغذية ولا تنحصر فقط في المصانع التي تنتج العبوات الغذائية المعبأة كالحمص واللبن. ونبدأ بإحصاءات المصانع الفلسطينية. بلغ عدد الإخطارات التي وجهتها الوزارة للمصانع الفلسطينية خلال العام 2015 740 إخطاراً، بزيادة 92 إخطاراً عن العام 2014. حولت الوزارة 6 مصانع خلال العام 2015 إلى القضاء الفلسطيني على خلفية تلوث منتجاتها. أتلفت وزارة الصحة خلال عام 2015 قرابة 412 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة المنتجة عبر هذه المصانع، أي بزيادة قرابة 46 كيلوغراما عن عام 2014. أما فيما يتعلق بمجموع الفحوصات الكيماوية لعينات المصانع الفلسطينية التي رسبت في فحوصات وزارة الصحة خلال عام 2015، فقد بلغت 140 عينة غذائية فاسدة من أصل 929 عينة عشوائية بنسبة تلوث بلغت 15%، في حين بلغ عدد العينات الراسبة والملوثة في الفحص الميكروبي للمنتجات الفلسطينية 385 عينة خلال العام ذاته، أي أن نسبة التلوث 10% من مجموع العينات المفحوصة. أما المواد الغذائية المستوردة والتي تشمل المنتج الإسرائيلي فقد وجهت وزارة الصحة 171 إخطاراً لمستوردي البضائع الإسرائيلية والأجنبية خلال عام 2015 بزيادة 21 إخطاراً عن العام 2014. أتلفت الوزارة قرابة 196 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية المستوردة خلال العام ذاته، أي بزيادة تقارب 104 كيلوغرامات عن العام 2014. رسبت 50 عينة من أصل 315 عينة بالفحص الكيماوي بنسبة تلوث تبلغ 19%، في حين رسبت 25 عينة ملوثة من أصل 1461 عينة بالفحص الميكروبي، أي بنسبة 2% للتلوث الميكروبي. هناك التسمم السريع وهناك التسمم البطيء. التسمم السريع ما تثبته، ما أثبتته بعض الفحوصات الميكروبية عندنا أنها قد تسبب التسمم. لدينا بالأسبوع الماضي 3 حالات تسمم، ليس 3 أشخاص بل 3 حالات، وكل حالة تتعدى 8 أشخاص إلى 10 أشخاص نتيجة التلوث الميكروب. لكن لسه بيكون أسهل التسمم السريع من التسمم البطيء، لأنه التسمم البطيء كما قلنا أمراضه كثيرة، تأثيراته كبيرة، وآخرها السرطان. يعني بالتأكيد هذا مسمم. يجب ضبط الشروط الصحية بشكل متكامل داخل المنشأة الصناعية، اتباع الممارسات الصناعية الجيدة واتباع الشروط الصحية الجيدة داخل المنشأة الصناعية حتى تضمن أنه تحافظ على مستويات الأمان والسلامة للمواد الغذائية. من حق المواطن أن يعرف أسماء المصانع المخالفة كي يتجنب سمومها المعلبة، لكن بعض بنود القانون الفلسطيني تمنعني من النطق بها جهرا تحت ذريعة التشهير. هي العدالة الفلسطينية حينما تتحول أجسادنا إلى حقل تجارب لهذا المصنع أو ذاك. يعني هناك من يقول أننا لم نسمع أن وزارة الصحة أقدمت على إغلاق مصنع فلسطيني واحد. هاي الأمور عندنا يعني وردية لهذا الحد؟ يعني دون أدنى شك نحن ما بنحكي عن أمور وردية، وبنحكي عن عملية بالقانون عدم التشهير، وبنحكي عن السرية المطلقة. نحن المهم عندنا إن البضائع،
تصل أو الأغذية تصل إلى الفلسطيني سليمة. والمهم أنه بقدر الإمكان نمنع عملية التلوث الغذائي، بقدر الإمكان نمنع عملية التسمم الغذائي، وبقدر الإمكان نمنع عملية الأمراض المختلفة. لكن لو جينا على الإجراءات المرضية لوجدنا أنه عدد المصابين من تلوث غذائي قليل جدا حسب التقارير برضو لوزارة الصحة الفلسطينية. وعلى هذا الأساس عندما نقوم بالإجراءات، عملية عدم وجود حالات كثيرة لأمراض غذائية، مع أني بحكي لك عنها ظاهرة عالمية، معنى ذلك أنه في إجراءات تأخذ. أنا بأكد لك أنه في مصانع تسكرت، مش مصانع، وبأكد لك أنه سواء كانت غذاء أو مياه أو غيره، بأكد لك أنه في مطاعم أغلقت، وبأكد لك أنه كمان في فنادق أغلقت لفترات معينة ضمن البرايفسي المطلقة وضمن السرية المطلقة، لأنه برضو بالآخر نحن بنحافظ. أنا يعني أعرف شخصيا عن مخابز أغلقت، وفي مخابز أغلقت، ومحلات حلو أغلقت، وفي متاجر أغلقت بدون أدنى شك. طب يعني بس هذا ما بنحكيش فيه لا إعلاميا ولا غيره. خلال يعني قيامكم بهذه الإجراءات، هل تجدون معوقات، عراقيل معينة؟ يعني إجمالا العراقيل، ما هي زي ما حكيت لك أنا من البداية، الموضوع مش موضوع بس وزارة الصحة، هو موضوع كامل شامل متكامل. الموضوع الأول إنه نحن تنتهي صلاحياتنا يعني هذا المراقب الميداني مثلا، نعم، هل يتم التعامل معه يعني مش دائما، كثير مرات إنه يتعامل معهم، يتم تهديدهم كثير مرات، وبالتالي نحن بنتدخل ضمن النيابة العامة، ومتدخل ضمن تدخل الشرطة، ومتدخل ضمن الضابط الجمركية، وكثير مرات عندما نحن، ولهذا السبب قبل سنوات عندما شكرنا المجموعة كاملة اللي هي لجنة السلامة الغذائية في المحافظة، كان الهدف منها عدة أمور. أول شيء حماية المراقب الصحي، اثنين عملية برضو حماية البائع نفسه أو التاجر أو المصنع، لأنه بدناش اللي يمروا عليه مراقب الصحة من وزارة الصحة، وبكرة بده يروح مراقب من وزارة الاقتصاد، وبعده يروح مراقب الجمركية، فكلهم كانوا يطلعوا كتيم كامل منه. أول شيء القرار أقوى، اثنين لا يمكن اتهام واحد اثنين بشغلات صحيحة، واحد قدم له رشوة ولا شغلة، وثلاث أنه الإجراء بيكون إجراء جماعي، وهذا كله كان تحت نوع المحافظ يكون موجود بالصوره، ومندوب وزاره الصحه، ومندوب الضابط الجمركيه، ومندوب وزاره الاقتصاد، ومندوب حمايه المستهلك. لكن كثير مرات انه نتيجه للترخيص، احنا يوم اي مصنع بده يرخص مفروض يجي عندنا لوحدنا كوزاره الصحه، لا يمكن ان نقوم بالترخيص الا بعد فحص المنتج تبعه والباش نمبر، لا يمكن اعطاء شهاده استيراد لاي منتج غذائي الا بعد فحصه وتاكد منه، حتى لو حضر بشهاده انتاج. لكن شو بصير احيانا انه نحن لا يمكن ان نسيطر على السوق الفلسطيني 24 ساعه، لانه في مداخل وتهريب من اسرائيل. بدي احكيها بوضاح، انه في تهريب، والتهريب يتم 24 ساعه. الضابط الجمركيه تقوم بعمل جبار، والضابط الجمركيه تستطيع تعمل جهد كبير جدا اكثر من المطلوب منها، لكن الضابط الجمركيه لا تستطيع ان تغطي 24 ساعه كل المناطق الحدوديه والدخول والخارج، بالتالي يحدث. لكن حدث انه بتحدث اذا نحن اخبرنا عن بضائع مهربه او بضائع فاسده، هون نحن بنعي كثير، نطلب من الجمهور، من المواطن أن يخبرنا، وبالتالي يجب أنه سعيدها نتحرك سريعا. وهاي الشغلة بدنا نحط فيها في المواطن، أن المواطن برضو لازم يأخذ دور رقابي أن المواطن إذا في بضاعة فاسدة أنه يخبر عنها، إذا منتهت الصلاحية يخبر عنها، لأنه بالآخر هو بيستهلكها، أولاده بيستهلكوها، وبالتالي تخبيرنا عن بضاعة منتهت الصلاحية، عن بضاعة فاسدة، عن بضاعة اشتراها وكانت فاسدة دون أدنى شك هو أفضل. وقتش بخبرنا إذا صار عنده تسمم، وإذا صار عنده تسمم بكون بضائع منتهية الصلاحية بتكون مفتوحة، ما نقدرش نثبت إنه الخلل كان منها. لهذا السبب نحن نطلب من المواطنين المستمعين إنه أي مواطن حصل على بضائع منتهية الصلاحية، هو هذا قبل ما يستعملها بقراها، أو وجد فيها أي خلل أو أي عفن أو أي رائحة أو آخره، يخبر وزارة الصحة وسلقى منا كل تدخل سريع إن شاء الله. يعني السؤال الختامي الاستخلاصي، ما العمل على ضوء التحقيق؟ العمل هو نحن زي ما حكيت في البداية في عنا عمل روتيني، لكن دون أن شك في فترات معينة من الشهر، شهر رمضان، بيكون في عنا عمل مضاعف، حتى أنه بالليل في جولات ميدانية في الليل. حاليا قبل الفترة نحن الموظفين بكون أنهوا دوامهم، لكن إجمالا عملية الخلل بتصير في الفترة ساعتين قبل المساء، في الفترة بين 5 و7 ناس يشتغل هذا، بالتالي بكون شبابنا نشطين وبيشتغلوا دوام مسائي، وكذلك الضابط الجمركية التهريب بيصير بالليل، هم بيعرفوا المناطق والمداخل، بيكونوا بيستدعونا بالليل ونطلع بالليل معهم. هلأ العمل إنه تجديد الرقابة خاصة في المناسبات، لأنه المناسبات الأعياد هاي هي اللي بتخلي التاجر يتخلص من مئات الأطنان من البضاعة الفاسدة. هي موسم للجشع، للجشع للتخلص من البضاعة الفاسدة. وأنا هون نداء
انه البضائع المفتوحه زي الحلويات المفتوحه تنباع نفل اللي ما فيش عليها تاريخ، انه عدم الاقبال عليها حتى لو كانت رخيصه كل ما كانت سعرها مغري معنا فيها مشكله. بالتالي هون احنا بنناشد المواطنين انه افضل تدفع شيكل واثنين وثلاثة زياده من ما انك تسبب ضرر لجسمك تدفع مئات الالاف من الشواكل للعلاج. يعني في رايك و بالنسبه للتحقيق انه يعني قدم بالنسبه اليكم في الوزاره معطيات يمكن الاستناد اليها دون ادنى شك، يعني موضوعيه موضوعيه نعم. دون ادنى شك عندما حضرتم الى معالي وزير الصحه وكنت انا موجود، نحن قلنا هذا ضمن الشيء الان شكرا لكم لانكم ساعدونا في عمليه الرقابه وعمليه اخذ الاحتياطات المطلوبه لخدمه المواطن. بنفس الوقت نحن مستعدين نعيده معكم ومع اي اعلام مره مرار وثلاثه واربعه، لانه بالاخر المعلومه الهدف تصل للمواطن الفلسطيني. عندما اقوم بعملي انا كوزاره الصحه بيوميا مش عماله بصل للمواطن الفلسطيني، لانه انجازنا يتم محدود، لكن من خلال ما قمتم به بصل لكل مواطن، وبالتالي وصول المواطن هذا جزء اساسي لا يتجزا من التوعيه الجماهيريه اللي نحن نسعى جادين لها. يعني دكتور اسعد رملاوي، الحديث معك في الحوار في هذه الحلقة كان واضحا ومفيدا ويستند إلى حس صحي وطني والتزام تجاه المواطن وصحته وبالتالي مستقبله، لأنه الصحة مرتبطة باستمرار المواطن على هذه الأرض. شكرا لحضورك وشكرا للمعلومات التي يعني قدمت. شكرا لكم. بالنهاية أنا بطلب من المواطنين أنه يعطوا ثقتهم الكبيرة إلى المؤسسة الفلسطينية وإلى المصنع الفلسطيني، لأنه ثقوا تماما أنه بذرهم بذرنا، وبالتالي نحن نسعى جادين أنه منتجاتنا تكون أفضل منتجات. عزيزي المشاهد، نحن نطمح في النهاية إلى منتج وطني عالي الجودة، نطمح إلى اقتصاد وطني قوي يساند صمودنا واستمرارنا على هذه الأرض. الاقتصاد عامل مهم للصمود، والاقتصاد يحتاج إلى إنتاج نوعي لكي نستطيع أن ننافس هذه البضائع والمنتوجات الوافدة إلينا من كل حدب وصوب. إلى اللقاء.